السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صانع سعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، اليوم يوم جديد وجولة جديدة من جولات قناة صانع سعادة في السعودية. الجولة بتاعتنا النهاردة من بندا ومقاضي رمضان، عروض رمضانية، عروض قوية جدا، عروض 1+1 مجانا، وعروض نصف السعر زي ما احنا شايفين في البروشور. هنشوف بقى الواقع وهنشوف كل حاجة موجودة، ولكن في البداية عايزين نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان الذكر اليوم اللي احنا بنقوله النهاردة هنقول سبحان الله وبحمده. وكمان ما ننساش ندعي لأهلنا في فلسطين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وانصر يا ربنا أهلنا في فلسطين، واحفظ أهلنا في السودان وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. وتعالوا بقى نشوف عروض بندا القوية جدا، عروض رمضانية وعروض على منتجات كتير جدا هنشوفها مع بعضينا. يلا بقى نشوف العروض القوية في عروض بندا هذا الأسبوع. هنبدأ مع بعضينا العروض وهنشوف بقى المواد الغذائية الأساسية. في عرض حلو جدا على سمنة المراعي اللي هي 800 جرام، نزل العرض من 57 ل 33 ريال، من 57 نازلة 33 ريال اللي هي سمنة المراعي. شايفين بقى يعني كميات كبيرة جدا من المواد الغذائية الأساسية. في كمان عرض حلو جدا هتلاقوه موجود برضو في كل فروع بندا، في اللي هو زيت صني، زيت صني، زيت نباتي مخلوط للقلي، 3.5 لتر نازل عرض حصري لأعضاء بندا بلس، من 45 نازل 28 ريال، التلاتة ب28 ريال، وكميات كبيرة زي ما احنا شايفين موجودة. وكمان هنشوف برضو من العروض القوية جدا والمنتجات المهمة جدا في رمضان اللي هو الفيمتو، نزل من 19 ريال الحبة ل 12 ريال 95 هللة، 12 ريال 95 هللة. كمان برضو واحنا ماشيين كده هنقابل قدامنا الكويكر الشوفان، كيوكر الشوفان اللي هي العلبة اللي هي 500 جرام، دي نازل 2+2 يعني الأربعة، نازلين عرض حلو جدا من 51.80 هللة ل 23.95 هللة الأربعة، 24 يعني الواحدة 6 ريال. كمان في من العروض القوية اللي نازلة ويعني كميات كبيرة جدا موجودة، معجون الطماطم اللي هو السعودية، نازل من 16 ريال ل 14.5 الواحدة، 14.5. في كمان عروض على مناديل، مناديل باندا، مناديل باندا اللي هي العبوة العائلية اللي هي 200 منديل، في 10 عبوات العبوة فيها 200 منديل، نزل العرض من 35 ل 24 ريال، 24 ريال. كمان في برضو من عروض المناديل، في مناديل فاين، مناديل فاين اللي هي 7+3 مجانا، دي نازلة من 25 ل 19 ريال. وفي برضو فاين اللي هي ورق المطبخ، دي نازلة من 27 ل 19 ريال، برضو مناشف للمطبخ اللي هي فاين. كمان في سيتي، مناديل سيتي 10 عبوات في 160 منديل، 10 عبوات في كام؟ العبوة فيها 160 منديل، نازل من 30 ل 18 ريال، من 30 ل 18 ريال. طبعا دي عروض قوية جدا موجودة في بندا، العروض الأسبوعية هذا الأسبوع. زي ما احنا شايفين استعدادات قوية جدا في بندا وكميات كبيرة جدا من المنتجات الرمضانية والمواد الغذائية الأساسية. في كمان عرض هنا على الفيمتو، الفيمتو اللي هو الزيرو، الفيمتو الزيرو نازل برضو عروض هنا من 38 الاثنين، من 38 نازل 34 ريال، الواحدة 710 ملي، 710 ملي. كميات كبيرة جدا من الزيوت، الزيوت بقى كلها موجودة، في كمان الدقيق والسكر،
في عرض هنا من اقوى العروض هذا الاسبوع على الدقيق اللي هو الفوم، الاربع حبات، الخمس حبات ب5 ريال، الخمس حبات ب5 ريال، اللي هو دقيق فوم اللي هو الابيض نازل ب5 ريال اللي هو الفوم. كمان في عرض على السكر، عرض على السكر اللي هو 5 كيلو، عرض على السكر 5 كيلو نازل من 30 ريال ل18 ريال، سكر الأسرة اللي هو 5 كيلو. كمان في عرض هنا على حليب الكرتون اللي هو المراعي نازل ب55 بدلا من 65 ريال، 55 بدلا من 65 ريال. كمان زي ما احنا شايفين بقى هنشوف عروض الزيوت، في عرض حلو جدا على زيت شمس، زيت شمس اللي هو الحجم الكبير، زيت شمس اللي هو 2 لتر و900 نازل نصف السعر، بدلا من 40 ريال نازل 20 ريال. زيت شمس او زيت العربي، زيت العربي اللي هو زيت نباتي، او زيت شمس اللي هو دوار شمس. ومن العروض برضو اللي نازل نصف السعر ده، عروض من العروض الحلوة. كمان في عرض على الزيوت، هو عرض نور، زيت نور اللي هو 3 مع بعضيهم في لتر ونص، نازل العرض بدل من 65، من 65.5 نازل 40 ريال، أبوة ترويجية 3 في لتر ونص، 3 في لتر ونص. كمان برضو هتلاقوا هنا عروض على الزيوت حلوة جدا، برضو في عرض على زيت النخلتين، عرض على زيت النخلتين نازل الحبة من 19 ريال ل13 ريال. زيت النخلتين ده زيت نباتي صافي للقلي، زيت النخلتين. كمان في هنا برضو عرض على معجون طماطم ندى، معجون طماطم ندى 2 زائد 1 مجانا بدلا من 42 نازلة 27، يعني الواحدة ب9 ريال. كمان في عرض هنا على زيت نخيل، زيت نباتي نخيل 3 حبات نازل من 50 85 هللة ل29 ريال، 95 هللة، يعني من 51 نازلة 30 ريال. عروض على الزيوت حلوة جدا في بند. كمان من عروض الزيوت في عرض على زيت هالة دوار شمس، الواحدة 1.5 لتر، ال3 حبات نازلين من 54 ل30 ريال، او 29 ريال، 95 هللة. كمان في برضو عرض على عافية، زيت عافية اللي هو زيت دورا بلس، زيت دورا بلس 2 في لتر ونص و2 في 500 ملي، عبوة ترويجية زي اللي احنا شايفينها دي، كميات كبيرة زي ما احنا شايفينها. هو نازل العرض من 60 ريال ل37 ريال، من 60 ريال نازل 37 ريال. كمان هتلاقوا عرض على البسكوت اللي هو الأولكر اللي هو للشاي، بسكوت أولكر للشاي 12 حبة، في علب بقى تلاقوا حجم صغير، الحبة العلبة فيها 12، الواحدة 70 جرام، نزل العرض من 15 ل13 ريال. وفي حجم كبير، حجم كبير من بسكوت الشاي اللي هو الأولكر، نزل من 30 ل22، 12 حبة، الواحدة 147 جرام، ده عرض على بسكوت الشاي. في كمان عرض على شاي الكابوس اللي هو 100 فتلة نازل ب14 بدلا من 15.5. شاي الكابوس، في ناس بتحب شاي الكابوس اللي هو الفتلة ده اللي هو 100 حبة، شاي الكابوس 14 بدلا من 15.5. كمان في عرض على حليب نيدو، من اقوى العروض اللي موجودة، حليب نيدو اللي هو 1950 جرام، زائد 10% خصم، نزل من 87 ل 59 ريال، 59 ريال. كمان من عروض الزيوت في عرض على زيت شروق لتر ونص، نازل من 19 ريال ل 14 ريال 95 هللة او 15 ريال. زيت شروق ده زيت دوار شمس 100% نقي. كمان في عرض على زيت حياة، زيت حياة ده خليط زيوت نباتية للقلي طبعا، وللقلي والطبخ، نازل 2 حبة، الواحدة 1.5 لتر،
نزل عليهم عرض اكثر من نصف السعر، بدلا من 46 نزل الاثنين ب22، يعني الواحد ب11 ريال، يعني الواحد ب11 ريال، عرض اكثر من نصف السعر على زيت حياة، وده زيت خليط نباتي، زيوت نباتية. من اقوى عروض زيت الزيتون، عرض على زيت عافية، زيت عافية اللي هو زيت بكر ممتاز او زيت المراعي، زيت زيتون المراعي او زيت زيتون عافية اللي هو 500 ملي اللي مكتوب عليه زيت بكر ممتاز، زي ما احنا شايفينه هو نازل التلات حبات. ده عروض لو اشتريت اكتر سعر اوفر، كمية اكتر سعر اوفر، لو شريت تلاتة ب50 بدلا من 78، ولو خدت واحدة بدلا من 26 20 ريال، يعني لو خدت تلاتة هيحسب لك الواحدة ب16 ريال و30 هللة او 40 هللة، ولو خدت واحدة فقط الواحدة هتكون ب20 بدلا من 26. عرض حلو جدا على زيت زيتون عافية، وزيت زيتون عافية والمراعي من الانواع الحلوة جدا، من الانواع الحلوة جدا، واحنا عاملين فيديو في القناة على كيفية اختيار زيت الزيتون، في يعني حاجات حلوة جدا، يا ريت الناس تشوف. كمان من عروض زيت الزيتون في عرض على زيت زيتون عضوي اللي هو نادك، الحجم العائلي الكبير اللي هو 2 لتر، نازل من 100 ريال ل80 ريال، يعني توفير 20 ريال، توفير 20 ريال. زيت زيتون عضوي نادك اللي هو 2 لتر من 100 نازل 80 ريال. كمان في عرض على زيت زيتون، طبعا ده من النوعية الغالية جدا، 500 ملي نازل من 65 ل55 ريال، ده الاسم بتاعه، اسمه جالو، ده الاسم بتاعه، انا اول مرة اشوفه، ده طبعا من الانواع الغالية جدا، هو 500 ملي نازل من 65 ل55 ريال. عروض المكرونة، في عرض على مكرونة تريفا اللي هو البنفسجي، الواحدة 400 جرام نازل الاربع حبات من 18 ريال ل9 ريال 95 هللة او 10 ريال، كل الانواع منها. تريفا البنفسجية دي نازل الاربعة 10 ريال بدلا من 18، من عروض العشرة ريال في بند هذا الاسبوع. من عروض المكرونة، في مكرونة ميليسيا متنوعة، الواحدة 500 جرام نازل 2+1 مجانا 10 ريال بدلا من 16.5، 10 ريال بدلا من 16.5، من عروض العشرة ريال في بند هذا الاسبوع على المكرونة ميليسيا متنوعة، الواحدة 500 جرام. في هنا مكرونة مخططة اللي هي القلم دي، وفي طبعا منها الاسباكيتي، وفي منها الخواتم، وفي منها لسان عصفور، لسان عصفور اهو، يعني متنوع، في منها انواع كتير جدا. عروض العشر ريال في باندا مكرونة ميليسيا تلات حبات 10 ريال بدلا من 16.5. عرض على مكرونة ميزة، مكرونة ميزة الخمس حبات، في التلات حبات، في عرضين في ميزة هنا، في الخمس حبات نازلين من 12.5 لعشرة ريال، الخمس حبات بعشرة ريال، الواحدة 400 جرام. كمان في عرض تاني، في التلاتة نازلين بستة ريال، التلاتة بستة ريال، يعني لو خدت تلاتة بستة ريال بدلا من 7.5، ولو خدت خمسة بعشرة ريال، لو خدت خمسة بعشرة ريال، وده عروض العشرة ريال في بند هذا الأسبوع على مكرونة ميزة، الخمسة بعشرة أو التلاتة بستة ريال. عرض المكرونة في بند هذا الأسبوع، عرض على مكرونة بريفيتو الواحدة 500 جرام متنوع، كل الأنواع نازل 2+1 مجانا بدلا من 20.85 هللة، نازل العرض 13.90 هللة أو 14 ريال، يعني التلاتة ب14 ريال زي ما احنا شايفين اهو، 2+1 مجانا، الواحدة حجمها 500 جرام، الواحدة حجمها 500 جرام، كل الأنواع، التلاتة 14 بدلا من 20.85 هللة. الأرز المصري، في عرض على الوايت سوان، الوايت سوان اللي هو 4.5 كيلو
اللي هو قدامنا ده 4.5 كيلو، وفي منه 5 كيلو، ولكن الغالبية هتلاقوه 4.5 كيلو هنا في البروشور، لان هم مش حاطين السعر هنا. هنشوفه في البروشور نازل العرض 26 ريال بدلا من 39 ريال، يعني توفير 13 ريال. الوايت سوان حصري للاعضاء اللي هو تشتري برقم الجوال. في طبعا احنا شايفين منه كميات موجودة، ولكن هم مش حاطين السعر، فاحنا جبناه من البروشور. ده عرض على الارز المصري في السون وايت ب43 من غير عرض. في كمان ابو بنت من غير، مش نازل برضو عليه عرض، ولا اللي هو جرين فارم. العرض الوحيد على الارز المصري اللي هو الوايت سوان، نازل 26 بدلا من 39. وزي ما قلنا في حجمين، حجم 5 كيلو وفي حجم 4.5 كيلو، ولكن نادر جدا لو هتلاقي الخمسة كيلو، كله اللي موجود 4.5 كيلو. عروض الارز، في عرض على ارز بنجابي الشعلان، ارز بنجابي الشعلان اللي هو 10 كيلو اللي هو قدامنا ده، اللي هو مكتوب عليه عنبر، ارز بسمتي ابيض 10 كيلو انتاج الهند الشعلان. ده نازل من 90 ريال ل70 ريال، او من 89 ريال 95 ل69 ريال 95 هرنة. ده اول عرض موجود. في برضه عرض هنا على ارز سيلة بسمتي الشعلان اللي هو 10 كيلو، 10 كيلو نازل من 90 ل66 ريال، اللي هو 10 كيلو، ان طبعا في 5 كيلو، نازل العرض على 10 كيلو 66 بدلا من 90 ريال. عروض البقوليات في باندا، في عرض على جميع انواع البقوليات باسم شركة تاك تات. ده اسم الشركة تاك تات. حجم الكيس 700 جرام، السعر كله موحد 7 ريال 95 هللة، 7 ريال 95 هللة. في عرض على مثلا هنا فول حب، فول حب اللي هو الحبة الصغيرة دي، نازل من 11 ل7 ريال 95 هللة. في كمان فول اللي هي الحبة الكبيرة دي، اسمه فول حب سوري او انجليزي، ده نازل من 11 ل7 ريال 95 هللة. برضو في كمان العدس بجميع انواعه، في العدس الاخضر 700 جرام نازل برضو من 13 ل7 ريال 95 هللة، اللي هو الاخضر. في كمان العدس الاسود نازل من 13 ل7 ريال 95 هللة. في كمان السميد، سميد ناعم او خشن، سميد ناعم او خشن 7 ريال 95 هللة بدلا من 14 ريال، تاك تاك برضو. في كمان هنا العدس الاحمر الهندي، العدس الاحمر الهندي والعدس الاصفر برضو، ده نازل 7 ريال 95 هللة، 7 ريال 95 هللة. كل ده يا جماعة سعر موحد على كل البقوليات اللي هي باسم شركة تاك تاك، والكيس 700 جرام. طبعا عرض حصري لاعضاء باندا بلس اللي هو تشتري برقم الجوال. دي عروض البقوليات في باندا، عروض البقوليات في باندا هذا الاسبوع. عروض السمنة في باندا، في عرض على سمنة المراعي، سمنة المراعي اللي هي 800 جرام، نزل العرض من 57 ريال او 56 ريال 95 هللة ل32 ريال 95 هللة او 33، يعني 57 نازلة 33. سمنة المراعي من الانواع الحلوة جدا، حجم العلبة 800 جرام، وده العرض الوحيد اللي هو موجود في السمنة. مرقة الدجاج، في مرقة دجاج الوها، مرقة دجاج الوها الباكت 20 حبة، 24 حبة، الحبة 20 جرام، الحبة 20 جرام والباكت 24 حبة باسم الوها، نزل عرض من 16 ريال ل13 ريال 95 هللة او 14 ريال، يعني نازل توفير 2 ريال. عروض الهيل في باندا، في عرض حلو جدا على هيل اخضر زينة اللي هي 500 جرام، نزل العرض من 78، من 78 ل56، من 78 نازل 56. عرض هيل زينة اللي هو 500 جرام اللي هو الاخضر. في كمان عرض على حب هيل كامل عافية اللي هو 500 جرام، نزل من 90 ل65 ريال، من 90 نزل 65 ريال.
في كمان عرض على حب هيل عافية اللي هو 250 جرام نازل من 50 ل 40 ريال، يعني توفير 10 ريال في اللي هو 250 جرام عافية. حب هيل كامل 250 جرام 40 بدلا من 50 ريال. عروض البهارات او التوابل في مسحوق الفلفل الاسود، مسحوق الفلفل الاسود 100 جرام نازل ب 10 ريال بدلا من 14 ريال اللي هو عافية، 10 ريال بدلا من 14 ريال، وده من عروض ال 10 ريال في بند هذا الاسبوع. فلفل اسود مطحون او مسحوق الفلفل الاسود الكيس 100 جرام 10 ريال بدلا من 14 ريال. كمان في من عروض التوابل او البهارات في هنا شان اللي هي 50 جرام 1 زائد 1 مجانا 6.5 بدلا من 13 ريال، او عروض نصف السعر على انواع كتيرة جدا. شان اللي هي 50 جرام 1 زائد 1 كل بقى التوابل اللي هي شان 1 زائد 1 6.5 بدلا من 13 ريال الواحدة 50 جرام. كمان في عرض على توابل مهران، توابل مهران الواحدة 65 جرام 65 جرام نازل 2 حبة 9 ريال بدلا من 14 ريال 9 ريال بدلا من 14 ريال. توابل او بهارات مهران حجم العلبة 65 جرام. كمان في هنا فلفل حار كشميري الاسم اللي قدامنا ده 160 جرام نازل برضو من 14 ل 10 ريال من 14 ل 10 ريال. فلفل حار اللي هو الفلفل الاحمر كشميري. كمان في هنا خلطة في خلطة التغطية، خلطة التغطية للقلي اسناد طبعا هنا سبايسي اكتبها سبايسي. الخلطة دي نازل 2 حبة الواحدة 227 جرام نازل 2 حبة ب 8 ريال بدلا من 12 ريال 8 ريال بدلا من 12 ريال. عرض على ملح الهيمالايا، ملح الهيمالايا شان الوزن بتاعه 370 جرام 370 جرام نازل من 17.5 ل 8 ريال 75 هللة، عرض نصف السعر عرض نصف السعر على ملح هيمالايا اللي هو الوردي ده، ملح الوردي هيمالايا نازل من 17.5 ل 8 ريال 75 هللة، الوزن بتاعه 370 جرام باسم شان. في كمان من عروض الملح ملح الهيمالايا في ملح الهيمالايا العضوي اللي هو الوردي ده، ده نازل ده 700 جرام 700 جرام نازل 10 ريال 95 هللة بدلا من 12 ريال 95 هللة، ده ملح طبيعي غير مكرر او معالج. ملح الهيمالايا 100% طبيعي 10 ريال 95 هللة بدلا من 13 ريال. كمان في من عروض البهارات هنا البهارات السبعة شركة استرن، شركة استرن توابع التوابل السبعة او البهارات السبعة الواحدة 150 جرام نازلة من 13.45 هللة ل 9 ريال 95 هللة. عروض على منتجات عافية في اللي هي البقوليات، في هنا ذرة اللي هي فشار عافية 800 جرام نازلة من 10 ريال ل 8 ريال او 7 ريال 95 هللة. في كمان هنا مسحوق جوز الهند، مسحوق جوز الهند عافية 400 جرام نازل من 16 ريال ل 11 ريال 95 هللة، ده 400 جرام 11 ريال 95 هللة بدلا من 15 ريال 95 هللة، مسحوق جوز الهند باسم شركة عافية. كمان عرض قوي جدا من عروض البهارات، في بهارات شركة سرة 1 زائد 1 مجانا 1 زائد 1 مجانا، في بهارات الكاري، في بهارات برياني، في بهارات البطاطس زي ما احنا شايفينها هي بهارات الكبسة، حجم الواحدة 200 جرام نازل عرض 1 زائد 1 19 ريال بدلا من 38 ريال. من عروض برضو البهارات اللي نازلة في بند هذا الأسبوع عرض لعملاء باندا بلس 1 زائد 1 مجانا. في معجون الزنجبيل وفي معجون الزنجبيل والثوم، العلبة 750 جرام نازل العرض من 20 ريال
ل 14 ريال، العلبة نازلة من 20 ل 14 ريال، معجون الزنجبيل والثوم أو معجون الزنجبيل شركة مهران، 14 بدلا من 20 ريال. عروض ورق العنب المعلب، في عرض على ورق عنب السوسن اللي هو 908 جرام الحجم الكبير، لأن في منه حجم صغير، نازل من 28 ل 19 ريال، من 28 ل 19 ريال. كمان في حدائق شطورة نازل من 27، من سبعة ده نازل عرض نصف السعر، من 27 نازل 13.5 أو 45، هلا ده 1 كيلو و15 جرام، نازل من 27 ل 13.45 هللة. كمان في عرض على رنا نازل 13.45 هللة بدلا من 27، برضو عرض نصف السعر، عرض رنا ده 1 كيلو 1 كيلو، نازل برضو ب 13.45 هللة الواحد. في الراكي 720 جرام نازل من 18 ل 16 ريال، وده مفيش منه ولا حبة، الراكي 16 ريال 720 جرام بدلا من 18 ريال. دي كل عروض ورق العنب، حتى اللي هو جاهز للاكل على طول مش شايف هم حاطين عليه عروض. دي عروض ورق العنب في بند هذا الاسبوع. عروض الخل، في عرض على خل باندا اللي هو واحد جالون حجم عائلي، نازل من 17 ريال ل 12 ريال، من 17 نازل 11 ريال 95 هللة، الحجم الكبير اللي هو باسم باندا، حجم عائلي 1 جالون. عروض المايونيز، في مايونيز هاينز متنوع، فيه اللي هو بالثوم، وفي اللي هو كل نوع منه، وفي بالفلفل الحار والعادي اللي هو حجم 225 ملي، نازل من 15 ل 10 ريال، وعروض ال10 ريال في باندا هذا الاسبوع. مايونيز هاينز كل الانواع منه 225 ملي، نازل من 15 ل 10 ريال. عروض المايونيز، في مايونيز هاينز، مايونيز هاينز 940 جرام نازل عرض حوالي نصف السعر، هو نازل من 27 14 ريال 95 هللة، عرض حصري لأعضاء باندا بلس، الحجم الكبير 940 جرام. في كمان عرض على مايونيز نور 2 في 500 ملي، دلوقتي خلوها 450 جرام، الواحدة 450 جرام، في الأول كان الواحدة 500 ملي، 2 في 450 ملي، نازلة العبوة من 20 ل 17 ريال، من 20 ل 17 ريال. كمان في مايونيز نور اللي هو الحجم الكبير 946 ملي، نازل من 19 ل 14 ريال، من 19 ل 14 ريال. وطبعا يعني اسعار المايونيز كمان بقت غالية. في مايونيز جودي العبوة الضاغطة 491 ملي، نازل من 25 ل 20 ريال، من 25 ل 20 ريال، ودي طبعا كل اسعار المايونيز، كل اسعار وعروض المايونيز اللي موجودة هذا الاسبوع. عروض معجون الطماطم او الصلصة، في معجون طماطم بيدر نازل الباكت من 14.5 ل 11.95 ريال هللة، العرض القوي جدا على معجون طماطم ندى، 2+1 مجانا 27 ريال، يعني الواحدة ب9 ريال، يعني الواحدة ب9 ريال، التلاتة ب27 ريال، وبيدر الواحدة ب12 ريال بدلا من 14.5. طبعا في السعودية برضو، السعودية نازلة حوالي 14 أو 15 ريال، نازلة 14 ريال، اللي هي السعودية مش نازلة يعني سعر كبير. في كمان معجون الطماطم، معجون طماطم الراكي العلبة 650 جرام، نازلة من 11 ل 9.5، 9.5 بدلا من 10 ريال 95 هللة. عروض الشطة، عروض الشطة من أقوى عروض هذا الأسبوع، وناس واخدة منه كتير، هو شطة رنا، شطة رنا 1+1 مجانا بدلا من 14 ريال، نازل 7 ريال، شطة حارة رنا الواحدة 474 ملي، 1+1 بدلا من 13.90 هللة، 6 ريال 95 هللة. عروض الكاتشب في باندا، في تيفاني اللي هي عبوة التوفير 3 في 500 جرام، نازل العرض من 27 ريال
ل 15 ريال 95 هللة، أو 16 ريال، من 27 نازلة 16 ريال. عبوة التوفير 3 في 500 جرام. في كمان عرض على هاينز اللي هي 910 جرام، نازلة من 28، من 28 ل 22 ريال، 22 ريال بدل من 28 ريال. الهاينز 910 جرام. مفيش طبعا عروض تاني، هما دول العرضين الموجودين في الكاتشب في بند هذا الاسبوع. عروض الشطة، في عرض على شطة رنا الحجم الكبير اللي هو 4.5 لتر، نازل العرض من 30 ل 20 ريال. الحجم العائلي الكبير 4.5 لتر الوحدة 20 بدلا من 30 ريال. عروض الطحين او الدقيق في بند، اقوى عرض موجود في الطحين على فوم سواء البر او الابيض، البر او الابيض، نازل الخمس حبات ب4 ريال 95 هللة. عروض الخمسة ريال نازل من 15 ريال، او من 14 ريال 75 هللة نازل 4 ريال 95 هللة الخمس حبات سواء الابيض او البر. عرض حصري لاعضاء بند بلس من اقوى عروض هذا الاسبوع، عرض الخمسة ريال، الخمسة كيلو بخمسة ريال، يعني الكيلو بريال، يعني الكيلو بريال. من عروض الطحين في بند هذا الاسبوع، عرض على طحين البيكر، طحين البيكر 3 حبات الواحدة كيلو، نازل من 16.5 ل 12 ريال 95 هللة، 12 ريال 95 هللة بدلا من 16 ريال ونص، 3 حبات الواحدة كيلو. عروض النشا في بندة، او دقيق الذرة، دقيق الذرة رياض فود، الواحدة 400 جرام، نازل 2 حبة من 12.5 ل 8 ريال 95 هللة، او 9 ريال. الواحدة 400 جرام، الاتنين حبة نازلين من 12.5 ل 9 ريال، اللي هو النشا او دقيق الذرة باسم شركة رياض فود. عروض العسل في بندا، عرض قوي جدا على عسل طبيعي بندا، عسل طبيعي بندا اللي هو 0.5 كيلو او 500 جرام، نازل 1+1 مجانا 40 ريال بدلا من 80 ريال، 40 ريال بدلا من 80 ريال، اللي هو 0.5 كيلو 1+1 مجانا. كمان في اللي هي العبوة الضاغطة، العبوة الضاغطة دي 475 جرام، نازلة من 80 ل 40 ريال، برضو عرض نصف السعر او 1+1 مجانا، وده اقوى عرض نازل في العسل. عروض الحلاوة الطحنية المعلبة في بندا، في حلاوة طحنية بندا اللي هي سادة 500 جرام اللي هي 0.5 كيلو 1+1 نازل من 48 ل 24، عرض نصف السعر 1+1 24 ريال بدلا من 48 ريال، حلاوة طحنية سادة بندا. كمان في عرض على حلاوة طحنية الجميل اللي هي بالفستق 1 كيلو، نازل من 43 ل 21 45 هللة، 21 45 هللة بدلا من 43، يعني عرض نصف السعر برضو على حلاوة طحنية الجميل بالفستق. دي طبعا العروض اللي هي موجودة في الحلاوة الطحنية المعلبة الجميل وبندا. عرض على النيوتيلا، النيوتيلا 750 جرام، نازلة من 40 ريال ل 29 ريال، من 40 نازلة 29، النيوتيلا اللي هي 750 جرام. عرض على زبدة الفول السوداني، زبدة الفول السوداني اللي هي جودي 340 جرام، نازل العرض من 13.5 ل 10 ريال، او 9 ريال 95 هللة، سواء الخشنة او النعمة، الخشنة اللي هي الحمراء والنعمة اللي هي الصفراء، دية او دية، نازلة من 13.5 ل 10 ريال، الواحدة 340 جرام، عروض 10 ريال في بندة هذا الاسبوع. عروض زبدة الفول السوداني في بندا باسم شركة بندا، مكتوب عليها مقرمش، اللي هي الحمرة دي 510 جرام، نازلة من 16 ريال ل 13 ريال، من 16 نازلة 13. اللي هي الكريمي، في واحدة مكتوب عليها كريمي 510 جرام، برضو نازلة من 16 ل 13، وفي واحدة مكتوب عليها مقرمش اللي هي الحمرة دي، نازلة برضو 13 من 16. زبدة الفول السوداني باسم شركة بندا 13 بدلا من 16، الواحدة 510 ريال في بندا. عرض على لانشون بقري كريسبي سادة، او لانشون الدجاج برضو كريسبي،
نازل الواحدة 340 جرام، الواحدة نازل من 12 لـ10 ريال، من 12 لـ10 ريال العلبة. العلبة 340 جرام، لانشون بقري او لانشون الدجاج كريسبي، الواحدة 10 ريال بدلا من 12 ريال. تونة في بندة عروض الـ10 ريال، في تونة ريم الواحدة 160 جرام، 2 زائد 1 9 ريال بدلا من 13.5، 9 ريال بدلا من 13.5. كمان في عرض على تونة امريكانا قطع 170 جرام، الـ2 حبة 10.95 ريال بدلا من 12.5. امريكانا اللي هي قطع، الواحدة 170 جرام في زيت نباتي، الـ2 بـ10.95 بدلا من 12.5. كمان في عرض على تونة باندا 185 جرام، الـ2 حبة متنوع بقى، كل الـ185 جرام متنوع اللي هي باسم باندا، الـ2 حبة نازلين من 18 لـ10.95 ريال، من 18 لـ10.95 ريال. كمان في عرض على تونة اللي هي جودي، تونة جودي الـ4 حبات اللي هي 160 جرام او 185 جرام، الـ4 حبات نازلين من 35 لـ20 ريال، من 35 لـ20 ريال، يعني الواحدة بـ5 ريال الأربعة. ده من أقوى العروض الموجودة هذا الأسبوع في باندا على تونة جودي اللي هي 160 أو 185، الأربعة نازلين من 35 لـ20 ريال، يعني الواحدة بـ5 ريال. عرض على تونة بليمز اللي هي 80 جرام، 80 جرام نازل 3 حبات من 13.5 لـ9 ريال، من 13.5 لـ9 ريال الواحدة 80 جرام باسم بليمز. التونة في باندا عرض على تونة ألوها اللي هي الخضرة دي، الواحدة 165 جرام، 3 حبات 14 بدلا من 18 ريال، 3 حبات 14 بدلا من 18. كمان في عرض على تونة الخير، تونة الخير اللي هي للسندوتشات دي، الواحدة 185 جرام، الـ2 حبة نازلين من 18 لـ13 ريال. كمان في تونة الخير اللي هي 95 جرام، 3 حبات نازلة من 15.75 لـ12 ريال، دي برضو عروض التونة في باندا هذا الأسبوع.